نواب البرلمان الليبي عقدوا مؤتمر صحفي في مقر السفارة الليبية في القاهرة للإعلان عن رفضهم لمجلس الوزراء الليبي الحالي بقيادة فايز السراج رئيس الحكومة. بيان الوفد البرلماني الليبي استشعارا منا من مدى المخاطر التي تهدد سيادة الوطن وقوة مؤسساته السيادية والمالية وضرب مؤسسة الجيش في مؤامرة لتمكين الإرهاب والجماعات المتطرفة من مصادر النفط في ليبيا، خاصة لما تتمتع به ليبيا من موقع استراتيجي هام ليس بالنسبة لجمهورية مصر العربية فقط، ولكن بالشمال الأفريقي وحوض المتوسط والمغرب العربي، ولما تحظى به هذه الجماعات من دعم من دول أجنبية علاوة على استيلائها على ترسانة الأسلحة من مخلفات النظام السابق. ونحن إذ نعبر عن استهجاننا الشديد لما يقوم به مبعوث الأمم المتحدة مارثون كوبلر في إدارة الحوار بعيدا عن الأمانة واحترام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب الليبي والدقة في تنفيذ وثيقة الحوار نفسها والأعراف الديمقراطية والبرلمانية، وذلك بتمكين الإسلام المتطرف من التوغل على مجلس رئاسي. الحقيقة حكومة فايز السراج ولدت ولادة الحقيقة غير طبيعية، باعتبار أن المشهد اللي حصل تحت رعاية الأمم المتحدة ومبعوثها للسلام هو مش مبعوث السلام، مش دعم السلام، أنا أعتبره مبعوث الأمم المتحدة لدعم الإرهاب في ليبيا. لماذا؟ لأنه هو مكن الجماعات الإرهابية الموجودة في ليبيا داعش والقانون والميليشيات المسلحة من السيطرة على العاصمة والسيطرة حتى على المجلس الرئاسي نفسه بتأييد لحكومة بتصيب لحكومة خارج الوطن لم تحظى بثقة مجلس النواب. هذا من ناحية. الشيء الآخر، لم يتم التطبيق الحقيقي والحرفي لهذه المسودة، نحن نقول مسودة حوار لصدور قرار من الأمم المتحدة أو من مجلس الأمن بهذه الوثيقة، فلم تطبق تطبيق حرفي. الزيارة جاءت للوفد الليبي إلى البرلمان المصري بالدرجة الأولى ثم الجامعة الدول العربية، جاءت في وقت المرحلة تحتاج إلى تنسيق الجهود، وخاصة بعد تفاعل الجامعة العربية وبعض الدول الشقيقة ومنها مصر مع الاتفاق السياسي ومخرجاته، فحرص مجلس النواب على توضيح الصورة، وحرصنا على المطالبة ببعض الطلبات التي تمس المرحلة بدرجة الأولى، بعض الاحتياجات الأساسية للجالية الليبية، وأيضا تصورنا أن الأزمة السياسية قد تطول ومحتاجين إلى عودة الشركات المصرية والعمالة المصرية وأيضا فتح وتطوير العلاقات بين البلدين.